السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضرتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا: فساد أولاد المسؤولين، نجل محافظ النجف يلقى القبض عليه وبحوزته 6 كيلوغرامات من المخدرات وأشياء أخرى. في العنوان الثاني: أغنية تهكمية عن فساد السياسيين في العراق والانتخابات القادمة. ولدينا في العنوان الثالث كذلك: كاميرات المراقبة في العراق تكشف الجرائم المتكررة وسط عجز حكومي عن معالجة الانهيار الأمني. وأيضا من ضمن عناويننا: عمال عراقيون يتحدثون عن صناعة الطابوق العراقي وكيف أن المسؤولين يهملون الصناعة المحلية ويتوجهون لإيران. في أولى أخبارنا لدينا طبعا سلسلة من الصور التي سنعرضها لحضراتكم. الموضوع باختصار شديد: ألقي القبض على نجل محافظ النجف لؤي الياسري ومعه شخصين آخرين. طبعا هذا ابن المحافظ ألقي القبض عليه وبحوزته 6 كيلوغرامات من المخدرات، بالإضافة إلى كمية تقدر بحوالي 600 جرام من الحشيشة، وأيضا قرابة 7000 حبة مخدرات. هذا أيضا بحوزته سلاح نجل المحافظ. نتابع الصور. طبعا هذا أحد المشاركين بالعملية مع ابن المحافظ، ابن المسؤول. العملية طبعا خرج بعد ذلك المحافظ لينفي هذا الكلام. نتابع أيضا ضمن الصور هذه الباجات، نقف عندها للحظة إذا سمحتم. هذه الباجات كما تلاحظون منها خاص بالمطار، منها خاص بحمل السلاح نجل المسؤول جواد لؤي جواد، منها خاص بكونه ضابط، ومنها خاص بدخول المطار بحرية، مطار النجف، ويعني يحسب كموظف في المطار. نكمل في الصور الأخرى لدينا، في الصور الأخرى لدينا أيضا هذا هو نجل المحافظ جواد لؤي جواد، أحد الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم لتجارتهم أو ترويجهم للمخدرات. ابن المسؤول هكذا يتصرف في العراق. في صورة أخرى لدينا هذا الشخص، إذا توقفتم عنده للحظة، هذا الشخص هو ابن عم نجل المحافظ، اسمه محمد الياسري. هذا أحد أعضاء ميليشيا حزب الله العراق، بعد البحث طبعا والتحري اتضح أنه أحد أعضاء ميليشيا حزب الله العراق، وسنوريكم الصور التي تثبت هذا الكلام. نكمل بهذا الموضوع. المخدرات التي يعني تم حرازتها وهي مع الأفراد الذين ألقي القبض عليهم، هذه هي الكمية من المخدرات التي أرادوا أن يوزعوها في محافظة النجف، ربما في مناطق أخرى. هذه صورة ابن المحافظ وهو ضمن جهاز المخابرات، طبعا يقال بأنه ضابط ضمن جهاز المخابرات. هذه هي الرتبة، ملازم. السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ إن شاء الله بخير، بس حبيت أحكي عن موضوع صغير. يعني بالفترة الأخيرة طلعت علي إشاعات إنه أنا أشتغل بمطار النجف الأشرف، وأنا فضائي، وأنا وذن السوالف ومطلعين استمارة. بس حبيت أقول يعني بالنسبة إلي من حقي إنه أرد إنه هاي الاستمارة استمارة تقديم باج من دخول مطار النجف. من حق أي شخص، أي مواطن نجفي، يطلع هذا الباج. وأنا كحسب شغلي مصور فوتوغرافي، أنا من حقي أطلع هذا الباج حتى أصور النجف، حتى أظهر النجف بأجمل صورة وأنقلها لمواقع وكالات أجنبية، أي شيء يعني ممكن يشوف النجف بصورة جميلة غير اللي دي يشوفها بالأخبار الكاذبة. طبعا كما تلاحظون في هذا المقطع يخرج ليتحدث بأنه يعني التقطت صور له وهو في مطار النجف، يقال أو يروج عنه بأنه موظف وهمي وأنه يتجول في المطار بحرية باعتبار أنه نجل المحافظ. هو خرج لين في هذا الكلام، هذا الكلام كما عرضناه في قبل قليل بالهويات بالباجات
تؤكد أنه يعمل في المطار، أو على الأقل حتى وإن لم يكن يعمل في المطار فهو لديه المقدرة بكل حرية على الدخول والخروج بفضل سلطة والده. نشاهد أيضا استكمالا بهذا الموضوع، هذا هو ابن العم أحد عناصر عصابة أو ميليشيا حزب الله العراق، هذا الشخص الذي كان من ضمن المشتركين بهذه العملية ميليشياوي، فأمر طبيعي أن نرى ميليشياوي يتاجر بالمخدرات. صلة القرابة ربما تكشف أكثر من هذه الأمور. نتابع آخر صورة لدينا وهي حديث المحافظ. إذن المشاهدين الكرام كما تلاحظون لؤي الياسري محافظ النجف نزل أو خرج ببيان، يعني أود أن نقرأ لكم البيان سريعا، فيه نقاط مهمة يجب أن نقف عندها. مقارنة الخطأ الذي قام به ابن المحافظ وهي عملية ترويج وتوزيع المخدرات على عامة الشعب على الشباب من أجل تدمير هذه العقول، مقارنته بما فعله الأنبياء سابقا من أخطاء، كارثة كبرى عندما يبرر المسؤول الخطأ أو الجريمة التي قام ابنه بارتكابها مع ابن عمه بأنها مقارنة مع أخطاء الأنبياء سابقا. كما يقول: وقد سبقنا إلى ذلك الكثير من أبناء الأنبياء والأئمة الأطهار عليه السلام والأولياء والصالحين. يقارن ابنه بأبناء الأنبياء والصالحين والأنبياء أنفسهم على الخطأ، ويقول بأن هذا تسقيط سياسي وكذلك لقرب موعد الانتخابات واستهداف سياسي وغيرها. هذا المنشور نظرا لأنه أساء وقارن أو وضع مقارنة في غير محلها لاقى حجم كبير جدا من الانتهاكات ومن الانتقادات بالتعليقات، ما قاده طبعا إلى إعادة تعديل هذا المنشور بصيغة أخرى، حذف منها الجزء الخاص بالمقارنة مع الأنبياء وأبناء الأنبياء لكي يرضي العامة. يعني قبح أو يعني مشكلة قام بفعل يسيء لهذه المكانة طبعا التي هو يتمركز بها محافظ النجف وغيرها، ويسيء طبعا ويبرر الجريمة بقبح أو بذنب أكبر من الجريمة التي ارتكبت طبعا، وهي قضية التبرير التي قام بها. في خبر ثاني، أغنية تهكمية عن الفساد السياسيين في العراق بشكل يعني فكاهي إلى حد ما، وأيضا بالنسبة للانتخابات القادمة فنشاهد. لو تنقلب وتصير طشار بيدينا صارت يا الشعب خل ناخذ الثار، ما انتخب لو تنقلب وتصير طشار بيدينا صارت يا الشعب خل ناخذ الثار، كافي كذب ملينا خلو جعنا دغي نرجع نرد وننتخب لا يا كاني إلا ذانعة، والعلي الجملة صار ما ظل علي نذار، ما أريد انتخب كاني إلا ذانعة، ضاع الوطن من الفتن كل الشعب داح، ملينا كافي من الكذب خلونا نرتاح، ضاع الوطن من الفتن كل الشعب داح، ملينا كافي من الكذب خلونا نرتاح، ما عندي ظل ولا ربع وبراسي مرشيب طالوني من قد القهر ما يقبل يطيب، ما عندي ظل ولا ربع وبراسي مرشيب طالوني من قد القهر ما يقبل يطيب، ما انطي صوتي ليش رايد بعز عيش خصخصي وقلناها تمشي كهربا ما كليش، ما انطي صوتي ليش رايد بعز عيش خصخصي وقلناها تمشي كهربا ما كليش، you
طبعا في أخبارنا أيضا، كاميرات المراقبة في العراق تكشف الحجم المتكرر وسط أو الجرائم طبعا المتكررة وسط عجز حكومي عن معالجة الانهيار الأمني وحجم هذه الجرائم طبعا التي تحدث باستمرار وبتكرار مستمر أمام أحيانا حتى أمام أنظار الأجهزة الحكومية التي لا تحرك ساكنا طبعا أمام هذه الجرائم لخوفها ربما أو لتواطؤها في جانب آخر. فنشاهد. ما نتابعه الآن طبعا هي عملية إلقاء قنبلة يدوية على إحدى المنازل كما تلاحظون، وقام بارتكاب جرم بهذه البساطة جدا في العراق. لو كان هناك أمن في هذا البلد لما استطاع هذا الشخص أو غيره طبعا من المرتكبي الجرائم أن يصلوا إلى هذه الأفعال ويقوموا بما فعلوه الآن. في خبر آخر، عمال عراقيون يتحدثون عن صناعة الطابوق العراقي وكيف أن المسؤولين يهملون الصناعة المحلية ويتوجهون لإيران من أجل استيراد الطابوق الإيراني ذا مواصفات وكفاءة أدنى من الطابوق العراقي، طبعا من أجل تمرير صفقات فساد على حساب طبعا الشعب. فنشاهد. ما حد يذكر انه اكو ناس تنام بالعاد بحاله، ما حد بحاله ولا واحد يسال علينا. زين هاي الصناعه الوطنيه، ايش بيها الصناعه الوطنيه؟ يدورون طابوق احمر من نيران. زين هاي ما بيها بوق وما بيها حرمنه، راحوا ليران على مود يجيبون منا ذاك الطابوق الاحمر حتى يعرفون شلون يبوقون. زين شلون يبوقون؟ بيها استفادات، بيها استفاده طبعا، بيها لهم استفاده، لهم بيها استفاده. هاي الصناعه الوطنيه ايش بيها؟ هاي الناس الفقره كلها عايشه على هاي. طبعا كما تم التداول مؤخرا بفترات كثيره طبعا قضيه خصخصه الكهرباء، المظاهرات التي خرجت في المحافظات الوسطى والجنوبيه في العراق ضد قرار خصخصه الكهرباء. هذا الموضوع طبعا يسبب أزمة اقتصادية أو يعني يضغط على المواطن اقتصاديا طبعا أكثر مما هو مضغوط بسبب ارتفاع التكلفة وغيرها. مظاهرات في الديوانية ضد خصخصة الكهرباء هو أحد المقاطع طبعا التي تم تداوله على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. جئناكم بجزء من هذا المقطع لإظهار فقط المظاهرة، وبعد ذلك سننتقل إلى التعليقات. فنشاهد سريعا. طبعا الأخبار الواردة عن هذه المظاهرة أنها الآن تتحول إلى اعتصام. هذا الموضوع طبعا، وكما تابعنا كثير من العشائر في المحافظات الجنوبية هددت الدولة، هددت طبعا سلطة العبادي، إن لم يجدوا حلا لموضوع خصخصة الكهرباء وموضوع المياه سيكون هناك ربما يعني اشتباك أو تصادم بالسلاح ما بين العشائر وما بين القوات الحكومية. نتابع التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. أحمد العراقي يقول: تظاهرات على خصخصة وبعدين؟ نحن يجب أن نتظاهر على الأحزاب التي أقرت هكذا مشروع لأنهم هم سبب دمار العراق. ملاحظة مهمة جدا يجب أن يتم الانتباه لها طبعا، وهي قضية المهم والأهم. هناك نعم الخدمات مهمة في العراق ووجودها وحاجة أساسية للحياة، ولكن الأهم هو من يقوم بهذا التخريب، من يقوم بعملية إقرار هذه القوانين التي تضغط على المواطن أكثر. في تعليق آخر، حكمة مصطفى يقول أو تقول: إعادة انتخاب حزب الدعوة والمجلس والأحرار والفضيلة هو تحطيم لمستقبلك وأولادك وأهلك لأربع سنوات قادمة. وهذا الكلام يعني تم تكراره كثيرا على الشعب أن يعي. في تعليق آخر، أبو رياض يقول: من واجب الحكومة توفير الكهرباء للمواطن وبسعر بسيط جدا، أين ذهب القرض من صندوق النقد الدولي؟ القروض يا أبو رياض، القروض ومليارات الدولارات أين ذهبت؟ أين ذهبت عندما تتحدث السلطة عن إنفاق 40 مليار دولار على قطاع الكهرباء؟ في تعليق آخر،
سمارة تقول يا ريت تكون الانتفاضات واحدة تلو الأخرى حاسمة لنبذ الانتخابات والأحزاب والمطالبة بحكم رئاسي لا ينتمي لهؤلاء الفاسدين. يعني نتمنى. عذرا. في تعليق آخر سيد علي يقول الخصصة للكهرباء أرادتها الحكومة لقمة تسرقها من أفواه الفقراء ولا تدرك أنها ستكون شرارة لثورة عارمة إذا لم تكن اليوم فغدا. يعني هناك من ينتظر هذه الثورة طبعا. وآخر التعليقات لدينا فداك يقول أو المفروض فداك يعني حياكم الله وكل الديوانية معكم لحين إلغاء قرار خصصة الكهرباء أهالي الديوانية كلهم فقراء الله يعينهم على هالعيشة. كان الله بعون الجميع طبعا، جميع العراقيين الآن مطحونون بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور جدا في العراق، ديون متراكمة قرب من الإفلاس كما قالت بعض التقارير الدولية نتيجة للسياسات الخاطئة، سرقات تتم في وضح النهار وللعلن أمام الجميع طبعا، والسياسي يجاهر بسرقته وبفساده وبأخذه الرشوة وأنه فرح جدا ومرتاح بأنه مرتاح طبعا أنه الوضع في العراق يسير بهذا الانحطاط وهذا الانحدار. هذا هو تفكير السياسي، بينما تفكير المواطن هو إلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه، يجب أن يجد حل لنفسه هذا المواطن من أجل الخلاص. نتابعكم على فقرة هاشتاج. عرضنا موضوع نجل محافظ النجف الذي قام بالتجارة بالمخدرات، وطبعا عرضنا الصور وكل الأمور هذه، ولكن في فقرة هاشتاج موضوع وسم مخدرات الكفيل. عانى ابن المحافظ تحديدا منها تغريدات تهكمية ومنها من هي تهاجم وتنتقد، فنشاهد. علي يقول تحت غطاء الدين دخل هؤلاء الصعاليك من كل حدب وصوب، رغم كل ذلك لم تتطهر نفوسهم الدنيئة. يعني على الرغم أنه يتحدث بالدين ويتاجر بالدين إلا أنه لم يتأثر بالدين. علي يقول هذا واحد لعد البقية شلون، لا فوقا يشتغل بالحضرة، والله نهايتكم سودة. طبعا كما عرضنا لحضراتكم نجل المحافظ لديه باج أنه يعمل في الحضرة. ميثم الخزاعي يقول إخوان لا تفهمون الموضوع غلط، هناك أنواع من المخدرات حلال ما أعرف اسمها بس الزوار الإيرانيين يستخدموها من يجون للعراق. وضحت إن شاء الله الفكرة للجميع وما يقوم به الزوار الإيرانيون. أحمد عبادي يقول العجيب في الأمر والغريب ليس في أن ابن المحافظ يوزع وينقل المخدرات، بل كيف يفتش ابن المحافظ في هذا الزمن، هذا الزمن زمنهم. فعلا ابن المحافظ ربما ستجده بعد مدة بسيطة أنه خرج وأصبح هو المجني عليه، ربما كان أو يروج له طبعا أن القصة التي قام بها هي عملية إلقاء القبض على مجموعة من تجار المخدرات ويخرج هو البطل. لا نعلم ما هي الحقيقة، لا نعلم كيف سينتهي هذا الموضوع، هل سيؤثر على تواجد المحافظ أم لا، هل سيخرج بكفالة ضخمة طبعا. الأمر يعني سنراه ربما في المستقبل، نراكم بعد قليل. في فقرة بعد الهاشتاج لدينا أول مقطع التكنولوجيا، طبعا تطورات في العالم بعالم التكنولوجيا رهيبة وتؤثر طبعا، ولكن بعض الأمور التي لا يحتاجها الجميع ولكنها قد تكون مهمة للبعض الآخر. جهاز تحكم عام لكل أجهزة المنزل يتيح لك أن تتحكم بكل أجهزة المنزل ويكون هو الجهاز المركزي، فنشاهد.
وفي الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.